غير الغوات الشعب المسلح ما في غوات ندمج بعد ناهلة مدربة ومحصصة كويس مغير عقيدتها القتالية من عقيدة المال لعقيدة من أجل الوطن. ونحن ممكن بإشارة منا إشارة واحدة مننا لجميع الشباب الثوري في السودان بإشارة مننا واحدة الله نكون جيش ثوري بدايته الخرطوم ونهايته في الحدود التشادية السودانية. فحفاظا لكن حفاظا على سلمية الثورة وحفاظا على سلمية الشباب الثوري وحفاظا على الدم السوداني نقول كفاية ما دارين نصل المرحلة دي. الرسالة الثانية بوجهها للشعب السوداني، فأنتوا عارفين إنه ما يحدث من سيناريوهات إنه دي كلها عبارة عن الثورة المضادة. أوريكم الثورة المضادة كيف. الكيزة مسيطرين سياسيا وفكريا على الدعم السريع، الشغل المخطط الحاصل ده كله والمخططات دي كلها أفكار بتاع الكيزة. حميدة ده زول بتاع خلص هاي حاجات زي دي مخطط لنا سياسيين كيزة، بالإضافة للشغل الميداني ماسكينه الضباط المنتدبين من الجيش لجهاز الأمن. فالسيناريو إنه الكيزان قدموا كبش فداء، قدموا جزء من الكيزان كبش فداء عشان أول شيء يخضعوا الشعب السوداني، إنه يوروا إنه الجيش كله كيزان وكلام زي ده عشان يقضوا على الجيش السوداني وضعفوا وعشان يحلوا ويفكفكوا. ثانيا خدع للإمارات والسعودية بأنه نحن قضينا على الإسلاميين، لكن الإسلاميين موجودين. ما لم يتم تفكيك الدولة العميقة وتفكيك كتائب الظل وتفكيك الأمن الشعبي وحظر التنظيم واعتباره التنظيم الاخوان المسلمين واعتباره تنظيم ارهابي، ما كانه ما في اي حاجه حصلت، والاحتغالات دي كلها يومين كم ايام كده وبيفكون وشغل عشان لحل قواتكم الشعب المسلحه. فارجو الانتباه لهذا، وانا بتمنى انه يكون في مليونيات لحمايه قوات شعبكم المسلحه. دي كلها سيناريوهات عشان نقضوا على قوات الشعب المسلحة. بالنسبة للدعم السريع كيزان مسيطرين عليه، بعد شوية يفكفكوا الجيش ويحلوا الجيش وحيكون الدعم السريع هي مسيطرة على البلد. بعد شوية الكيزان بعد يتمكنوا ويسيطروا على البلد ويسيطروا على البلد، فبعد شوية برهان حيقدم شغلته، حميدته حيبقى في رأس المجلس. بعدها حيحصل كالآتي، الكيزان حيقوموا يصفوا حميدتي وأخوانه زي ما صفوا إبراهيم شمس الدين والزبير، وبذلك يكونوا تاني رجعوا للحكم بوجه تاني. ودي الدولة العميقة وشغالة، والدولة العميقة حاليا شغالة في الاستخبارات وجهاز الأمن، تضييق الحالة الاقتصادية، رفع الأسعار بتاعت السوق، الجاز، أزمة الدقيق، الوكلاء برضو الدقيق والوقود شغالين يبيعوا فيه في السوق الأسود خلق الأزمات. فأنا بتمنى إنه الشباب الثوري يكون قريب من الشارع. وأيضا برضو في حاجة مهمة تانية اللي هو الشغل بتاع تأخير المفاوضات، ده كلها بسبب الدولة العميقة شغالة بتأخر المفاوضات عشان يقللوا الحماس بتاع الثورة والشباب الثوري، ويقللوا الناس تتناسى الثورة وتقلل غضب الشارع عشان عندهم سيناريو مخطط يهون ماشيين بيه. وحتى الاتفاقية دي كل مرة بيأخروا فيها، يعني كل مرة بيأخروا فيها عشان اللي بيحصل ده عندهم مخطط. الشيء الثاني بعد شوية يجيبوا ناس والحرية التغيير ويجيبوا ناس الحركات، حتى ولو توقع الاتفاق حيعملوا مكيدة أو مخطط يمسكوا الناس دي كلها ويحتغلوهم كده، حينقلبوا
ويمسكوا الدولة تانية وحيصفوا حميتين. لا دي خطرين جدا، خطرين، أسوأ بشر في العالم. بالنسبة لأهلي ما تخاف علي، قسم بالله العظيم، لا لا لا، الوقفة اللي وقفها معايا الشعب السوداني أيام قلت في المعتقل وبعد فكوني بعدما وقفوها معايا، وأنا كان ما استلمت التمام بتاع 3 مليون شاب ثوري ما كان طلعت الفيديو ده. فإذا حصل لي أي حاجة في خطة بديلة، خطة باء وخطة جيم، وإن شاء الله الثورة تنتصر وبلدنا تمشي لقدام ونبني الوطن اللي بنحلم به. طبعا رموز النظام السابق استغربوا فينا كالرتب الصغيرة ليه وقفنا مع الثوار والثورة، هم عارفين ان احنا الشباب اصحاب الرتب الصغيرة والشباب الثوري في الشارع ده نحن امنا جيل واحد، نحن الجيل الراكب الراس، ركوب الراس ده مع عناد لكن دفاع عن الحق، ما بنرضى الا بالحق. جيل بتاع بطولات، جيل بتاع تضحيات، جيل شجاع، جيل ما بخاف، جيل واعي جدا، جيل ما بيتخدع، جيل ما بيتغشى، جيل ما بيتغشى باسم الدين. إن شاء الله ما بتجينا عوجة ما دام الشعب السوداني هو مصدر قوتنا. والحمد لله عاشت الثورة المجيدة، عاشت قواتكم المسلحة. السلام عليكم ورحمة الله.